الاجتماع 11 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتي ضمن الاجتماع التمهيدي للاجتماع الدوري 12 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، المقرر انعقاده بعد غد الخميس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. وللتعرف أكثر على أبرز ما جاء خلال اجتماع اللجنة التنسيقية وأهم التوصيات، معنا على الهاتف من جدة سعادة المستشار راشد محمد منجمة أمين عام مجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. مرحبا أستاذ راشد، بداية هل لك أن تطلعنا على أهم التوصيات التي تمت خلال اجتماع لجنة التنسيق البرلماني؟ مساء عليكم بالخير على السادة المشاهدين، ونشكركم على الاستضافة. حقيقة شاركنا اليوم في الاجتماع 11 لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، واختتمنا أيضا أعمالها اليوم. طبعا ناقشنا في هذه اللجنة اليوم أربع بنود مهمة. طبعا أول بند هو كان عن مشروع النظام الداخلي للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. طبعا هذا النظام تم اليوم مناقشته وتوصية برفع لأصحاب المعالي ورؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم الخميس لإقرار إن شاء الله. أيضا العنصر الثاني في هذا البند كان هي عبارة عن آليات التعامل مع التقارير الصادرة من الجهات البرلمانية الدولية بين الحينة والأخرى، والأخرى تصدر لنا تقارير، فهناك آلية للتعامل مع التقارير، وهذه الآلية بتكون آلية استرشادية لعمل المجالس التشريعية في دول التعاون به إن شاء الله. طبعا العنصر الثالث في هذا البند كان هو ضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، تعزيزه وتأكيد عليه، وسوف أيضا تضع توصية إلى أصحاب المعالي وأصحاب الاجتماع المغارب. الموضوع الثاني والبند الثاني هو المواضيع الخليجية المشتركة. طبعا تنفيذا لقرار سابق من اجتماع الدولي السادس أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس الخليجية، رأوا أن يخصصون موضوع في كل اجتماع يختارون ليلامس هموم الخليجي. طبعا اليوم اللجنة ارتأت ترفع ثلاث موضوعات، هي الموضوع الأول دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والموضوع الثاني هو دور المجالس التشريعية في التصدي للإسلاموفوبيا وتعزيز التسامح والتعاون، والموضوع الثالث هو البرلمان في مواجهة مشاكل الشباب. طبعا هاي ثلاث موضوعات راح ترفع لاجتماع الخميس، راح يختار أصحاب المعالي وسعادة رئيس المجالس مشروع واحد يتم نقاشه في الاجتماعات الخليجية. أيضا الموضوع الثالث البند الثالث اللي ناقشناه اليوم على جدول الأعمال هي نتائج ندوة توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول المجلس، والذي عقدت في الكويت في عام 2018. طبعا خرجت هذه الندوة بعدد 20 توصية تقريبا، نعم، تصب جميعها في توطين وتوظيف هذه الشباب في واستثمار في الموارد البشرية، وأيضا تم تصويب رفع هذه التوصيات إلى اجتماع القادم الخميس لإقرار ما يرونه أصحاب المعالي والسعادة. أيضا الموضوع الأخير هو إنشاء مقترح إنشاء لجنة برلمانية بين برلمانات دول المجلس التعاون ودول أمريكا اللاتينية، وهذا قامت فيه مجلس الاتحاد الإماراتي عمل مقترح لهذا اللجنة ولائحة داخلية، وأيضا تم الموافقة عليه اليوم في الاجتماع، وسوف ترفع إن شاء الله إلى أصحاب المعالي والرؤساء، وإضافة إلى إعداد مشروع جدول أعمالهم في يوم الخميس إن شاء الله. نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق سعادة المستشار راشد محمد بنجمة أمين عام مجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك.